Édition Ahlam présente Cheikh Mohamed Khalid Soubri et Sasba Sahraoui et Nasser. يا العزيزة يا وشتين السيك عليا يا الأمينة أهدف لي ذراي عليك مكان ما صبرني وجالي كنت في العز والمشهور عليك يا ولي الحال هذا قد هد عليا أهموم قلبي نعيد أهليك ما بقى لي حبيب يا ذي هذه الدنيا يا وين حبك وين عزي ليك مع المشهورة والعلالي كنت يا فيما تقولي انسى عفو رضيك يا وليدي يا سهل يا بصفة والنيام والحجرة اللي تبنيها يا تنجليك نطلب ونحشم يا عالي العليا دعوت الخير يا هي بين يديك أجنانك يا أخطار يا بسواقي ما هم جرايا أجيك الصابة أنا اللي رضيت عليك يا ربي يا بتخيبني شنيا يا رضيت الوالدين يا هي معرانيك يا رضيت الوالدين يا هي معرانيك يا نهار الحزام يا ما تكونش معذلية يا نهار الحزام يا ما تكونش معذلية يا الوالدين هم جناح الستر عليك يا الوالدين هم جناح الستر عليك يا ولي ما جاني النوم يا وحرم عليا تسهر لي يا ويبان الحال عليك يا حب الوالدين اليوم راش عليا يا من هم يا قاهيك يا لي يا والله ليك يا راني مهبول والهبل زاد عليا يا كنتي كي الشمعة يا والقندير مضويك يا كنتي كي الزهر يا والصور عليا داري عامر يا وداز ليك يا حبكم اليوم كل ريح ساطع ليا وسمحي لي يا الميمة اني مشيت بلاليك يا عال الدرجات الوالد يديرهم صور عليا والرحم يا اله عندك يا مليك والدي يا والجميع المسلمين واللي ليا منهم لا يبقى لك حبيب نوصيك اتربى وتربى ثم يقويك شد الدنيا اتربى وتربى ثم تقويك شد الدنيا يا ما تديرش زوجة خير من والديك وما تقيدش العاب وامك ما تديرها جارية وما تطلق هذا الفرصة تروح عليك الوالدين معز عليهم لعال العليا يا هما اسباب ربحك واللي راهو عليك يا نطلب خالقي يا فجار يكونوا ليا يا نطلب خالقي فجار يكونوا ليا